بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في المقطع السابق انه السكيلينج ينقسم الى نوعين. من بدينا في العمليات على السيجنالز، ناقشنا التايم سكيلينج اوف كونتينوس تايم سيجنالز. ذكرنا ملاحظه بانه السكيلينج كعمليه رياضيه على السيجنال، السكيلينج هو ينقسم الى نوعين، هو عباره عن التايم سكيلينج زائد الامبليتيود سكيلينج. المقطع السابق ناقشنا بالحاله الاولى اللي هي حاله التايم سكيلينج. هذا المقطع راح نناقش بالنوع الثاني اللي هو الامبليتيود سكيلينج اوف كونتينوس تايم سيجنال. راح افترض هسه هنا انه انا عندي اشاره هي اكس اوف تي. هذه الاشاره الاكس اوف تي اجرى عليها عمليه امبليتيود سكيلينج. عملية الامبليتود سكيلينج بأنه أنا أضرب الإشارة الأصلية مالتنا الـ X of T بريال نمبر، هذا الريال راح أسميه بيتا، بمعنى أنه الإشارة الناتجة الجديدة اللي سميناها الـ Y of T واللي تختلف عن الإشارة الأصلية الـ X of T هي راح تكون مساوية إلى مقدار قيمة بيتا في الـ X of T. هذا البيتا هي عبارة عن ريال نمبر، رقم. أوكي؟ زين. اعتمادا على مقدار قيمة بيتا، هنا عندي 2 cases. الكيس الأولى الحالة رقم واحد إنه إذا كان عندي مقدار قيمة مطلق بيتا هو كمية أكبر من واحد، بمعنى إنه إذا كان عندي مقدار قيمة بيتا الرينج مالتها من ناقص ما لا نهاية ناقص واحد زائد من واحد إلى ما لا نهاية، بمعنى إنه دائما يكون كمية هي أكبر من صفر، المطلق مالتها كمية أكبر من كمية أكبر من واحد. طيب خلي اخذ مثال، خلي افترض انه انا عندنا سيجنال x of t تساوي معرفه بالشكل التالي، انه قيمتها صفر لقيم t اقل من صفر، قيمتها 2 لقيم t اكبر او تساوي صفر اقل او تساوي لي 2، قيمتها صفر لقيم t اللي هي اكبر من 2. اوكي، هذه السيجنال. المطلوب انه ارسم ال x of ارسم داله اللي هي الواي اوف تي تساوي 2 اكس اوف تي، بمعنى انه مقدار قيمه بيتا كميه سلي هنا هي اكبر من واحد. طيب خلي ارسم الاشاره الاصليه مالتنا هسه، هذه الاشاره اللي هي اكس اوف تي معرفه من صفر الى 1 2 1 2، هذه تي. اوكي، قيمتها 2 ضمن هذه الفتره، قيمتها 2. اوكي، هذا السيجنال الاصلي. طيب الاشاره اللي مالتنا اللي هي الاشاره ما بعد السكيلينج، كل ما هنالك انه انا جاي اضرب بالاشاره الاصليه بمقدار قيمه الريال نمبر اللي موجود عندي، فمن اجي ارسم السيجنال مالتنا ما بعد الامبليتيود سكيلينج اللي اسمها واي اوف تي واللي هي تساوي لي 2 في الاشاره الاصليه. اذا اولا التايم مالت الإشارة الأصلية ما راح يتغير، يبقى نفسه، يعني الإشارة الأصلية معرفة 0 1 2، زين هذا الانترفل يبقى نفسه. الامبليتود مالت السيجنال مالتي راح ينضرب بمقدار قيمة الكونستانت اللي انضربت بيه، فالإشارة ما بعد عملية الامبليتود سكيلينج بمقدار قيمة بيتا تساوي 2 راح تكون مساوية إلى، بدل ما 2 تنضرب في 2 صار عندي 4، فراح تكون بهذا الشكل السيجنال مالتنا بهذا الترتيب، هذه قيمتها 4، هذه السيجنال مالتي. اذا هسه هنا اولا الحاله رقم واحد اذا انتبه انه السيجنال مالتي زين صار بها عمليه امبليفيكيشن، عمليه تكبير. اذا هذا الكيس الحاله رقم واحد، هذه متى ما كان عندي مقدار قيمه بيتا هي اكبر من واحد، العملية اللي راح تجري على السيجنال هي عملية تكبير بمقدار قيمة الكونستانت اللي يضرب بالسيجنال مالتنا. طيب خلي اخذ الحالة رقم 2،